واش الاخوة الله مبارك. حنا كما كتشوفوا حنا اليوم كنتواجدوا في سوق التور مدينة اكادير يوم 7 ابريل. اللهم بارك لنا على هذا. واحد الجولة هنا لكم في السوق، نخليكم اجواء ديال السوق رغم ان اليوم بين السوق غيكون شوية خاوي نظرا لاقتراب العيد والناس كلشي مشغلة كثير مثل ملابس الاطفال ديالهم. الله يحسن العوان للجميع والله يسر الامور للجميع. واللي شاف فيكم الفيديو ما ينساش الاشتراك والدعم، سيرتو انتم اللي كتشوفوا دابا في الفيديو، اللي شاف فيديو كليكي على لايك هي الاولى عليكم على الفيديو. تحياتي للاخوان والتذكير كما العاده بعدا هو الاخوان بالنسبه للجوائز ديال الاسبوع اللي فات غير هذا اللي كان فيه الشتاء ما حضرناش. المهم راه هذوك الجوائز اللي بقاو عندي ديال الاخوان بالنسبه للتيكبوله وهشام وخونا نفاس، فالجوائز ديالهم راه كلفوني بانني نديهم الاطفال اللي محتاجين اللي خصهم طويرات يتولعوا. المهم انا راه غادي نصور لكم هذه اللقطات هذا الاسبوع الماضي من مورا العيد ان شاء الله نسلموهم الهدايا. ومشكورين الاخوه اللي قاموا بهذه المبادره هذه، وعشركم مبروكه جميع الاخوان والسلام عليكم. بالنسبه للاخوان عشاق ديال الكل اللهم بارك كما كتشوفوا هذه الله يبارك. بالنسبه لهذا هذه كوبلات جوج كوبلات وكا ديال الولاد الاخوان كما شفتوا هذه جا خدامين ياك هذو كارونتي الاخوان كما سمعتوا لي جا خدامين. وبالنسبه للمونو كاين تما كاين الخلاطين الثمن بالنسبه للثمن شحال راسو؟ الموانو 50 درهم البياسه 50 درهم البياسه ديامون فولد 500 درهم ديامون فولد كوبلا 500 درهم الاخوان كما سمعتوا اللي خصو شي حاجه كما سمعتوا راه البياسه راه ديجا خدامين كارونتي الله يسر الامور بالنسبه للي خصو شي حاجه. وبالنسبه للقمر شحال باقي داير القمر؟ 11 نيفرات 4 شهور بالنسبه شحال وصل الثمن الوقت؟ 80 درهم الاخوان كما سمعتوا اللهم بارك. ديجا كما العاده بالنسبه للكتاج كما شفتوا الاخوان ديجا كما العاده السيري من الاول كما شفتوا بالنسبه للثمن الكبير نبداو 80 65 50 35 25. المهم بالنسبه للثمن اللي سمعتها ديال الكاج راه السيري خونا عزيز اللي خصو شي حاجه يتواصل معنا الله يسر الامور كما العاده. عاوتاني نذكركم بالنسبه للي باك كان هما موجودين هذو راه ديال كيعلموا بهم هاد الطويرات هادو راه ماشي فيهم لي باك ديال النوامر ولا السيري اللهم بارك. هادو غير ديال العام اللهم بارك. بالنسبة للثمن هادو هادو 3 دراهم كيما شفتو بلاصة البلاستيك دراهم الله يسر الامور. اللي خصو شي حاجة راه يتواصل مع السيد ديالي. حنا التليفون ديال 06 62 14 19 26 الله يسر لك الامور هادي اللهم بارك كريم واشركم مبروكة الله يكبر بهم. بالنسبة للقمر شحال دايرة جليل هنا؟ أخويا الكرة كنقول 150 بالنسبة لكل 130 130 اللهم بارك فيما سمعتو. بالنسبة للكرة كيقول لك كلشي واجد ياسر تواجدين ياك كلشي واجد فيهم مزيف وفيهم مبيض اللهم بارك. اثنين اللي قال نتاوي كما سمعتو 130 نتاوي ياك الله. بالنسبة لهذا التكير هذا بحالو بحال الاخرين 150 اللهم بارك. وبالنسبة للاخر حتى هو ياك هذا الشابو هذا الاخوان الله يسر الامور كما سمعتوا الاثمنه اللي كاينه اليوم في السوق هنا. وبالنسبة للبيرو شحال داير عندك انا الاوبو؟ الاوبو كان 70 درهم 70 درهم الاخوان كما سمعتوا الله يبارك لك شي حاجة غيتواصلوا مع السيد داخلنا. التليفون اجالي 06 48 40 65 79 الله يسلمك. الدراري اللي صونوا عليا ديك السيمانة صورتي معايا ايه هذيك السيمانة كان خاسر لي التليفون هكا يقول لي ساعة اللي اتصلوا بيا باش اتصل النمري خاصهم التليفون يقعد الكرة بعتهم الله
الله يسر له الامور. حاجه اللي في رزقه شي حاجه راه غيديها. الله يسر له الامور. عواشرك مبروك. غير باش نوضح للناس باش يقول لكم باش. لا 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 ما كاين مشكل. الحمد لله بلا ملي كيوضح راه كيكون صافي مع الناس. الله يسر لك الامور اخويا. تحياتي ليك. على اللهم بارك يا اخوان. بالنسبه للعشاء فقره ديال الكالوبسي كما كتشوفوا معنا البيسه ديال اللهم بارك في المستوى كما كتشوفوا هنا. بالنسبه لي راسي عندك هنا كاين اخويا تما الفاصبلو وكلاس ديال البايل. اللهم بارك. بالنسبه للثمن ثمنها 130 درهم. 130 درهم كما سمعت الاخوان. اللهم بارك. كاس البينو حتى هو هذاك شنغور هذاك ولا كبير؟ باقي شنغور. شنو يبير حتى هو الثمن ديال نفس الثمن 180 درهم. 180 هذا اللهم بارك. اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معاه. يعني خاص بالنسبه للتليفون اللي بغيت يتواصل معاك اللي خاصو شي حاجه يتواصل معاك اخويا مصطفى. الله يسر لك الامور كما سمعت الاخوان. اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معنا قريب غرام. الله يسر لك الامور امين اخويا. وبالنسبه للكازوري اخوان اللي كيسمعوا اخوان ديال بونو كازو انتم ما كتشوفوا ديال 60 سنتيم على مطيط مقين. اللهم بارك فيما كتشوفوا بونو كازو ولكن نقاء فيما كتشاهدوا معنا هنا. بالنسبه للثمن اخويا رشيد هذو 150 درهم. اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معنا رشيد. بالنسبه للتليفون ديالك اخويا 06 06 06 06 99 99 99. الله يسر لك الامور. وبالنسبه للناس اللي كتعشق الدجاج ديال الزين اللهم بارك كما كتشوفوا هنا. بالنسبه للبياسه هذه ايوب فيومي هذا ياك اللهم بارك. تيوادي ياك تيوادي فيومي. بالنسبه للثمن 240 120 درهم. وبالنسبه للبياسه الاخرى اللي هنا شنو المراس كاين هنا؟ ها؟ هذو البلدي ياك اللي باي اللي غرض مع البلدي اللهم بارك. انت ما شحال كتقول في هذه البلدي؟ 17100 هذا 17100 85 درهم. الله يبارك لك. وبالنسبه للقن ندوزو تما نشوفو هذوك القنينات اللهم بارك. بالنسبه للبياسات الصغار ديال القن شحال واصلين هذو؟ 25 درهم اللهم بارك. هذه واش نعسه الله يكما باين انتم كما كتشوفوا البياسه مطالبين اللهم بارك. وبالنسبه لهذه الكوبري هذه هذه اش من الماركه هذو؟ الرومي. سميتو؟ الرومي هذو. الرومي هذو ياك. بالنسبه للثمن ديالهم؟ 300 درهم. 300 درهم جوج ياك. تكر هانتو. تكر والبيض. الله يستر. بالنسبه لانتو راك هنا الله يستر. اللهم لا ينسى شي حاجه راه يتواصل مع ايوب. بالنسبه اللي بغيت يتواصل معاك؟ الصوت الاولانيين. الله يحفظك. الله يستر لك الامور. أنا الإخوة اللهم بارك. بالنسبة لعشاق الدريساج كما كتلاحظوا معنا هنا في الصورة الله يبارك البياسات في المستوى كما تشوفوا ديال الدريساج. الله يصل الأمر. بالنسبة للإخوان راه كانوا كيسولوا على بياسات الدريساج وما راه متوفرين اليوم في السوق. بالنسبة هنا اللي راس اللي عندك هنا؟ عندك كلشي هذا أخويا. كاين الباناشي كاين الباناشي اللهم بارك. هذو الكلاسيك هذو ياك الكلاسيك اللهم بارك. كما شفت الإخوان اللوينات أي حاجة هانتوما راه مولفين السوران كلشي ياك اللهم بارك كلهم سادي السوران. بالنسبة للأثمنة أنا شحال؟ بغيت نقول 170 درهم. هانتوما كما سمعتوا الإخوان الأثمنة اللي كاينة 170 درهم نفس الشيء راه يتواصل معاهم. بالنسبة للبياسات الكبار كاينين هنايا؟ الكبار أخويا كاينين هادوك جوج روز هادو هنايا هما هادو. بالنسبة لهنا هادو جوج ديال الروز وجوج ديال الفيشر. بالنسبة للأثمنة ديالهم هما؟ هادوك 180 درهم كما شفتو هما الإخوان باش تشوفوهم مزيان في الصورة. الله يسر الأمر. بالنسبة اللي خصو شي حاجة ولا خصو شي حاجة راه يتواصل معاك على الخاص. خلينا الهاتف ديال 06 46 66 18 00. بالنسبة للعشاق اللهم بارك كما كتشوفوا البياسات هنا عند خونا حسن الله يسر الامور. بالنسبة لنا شوفوا السلعة كي دايرة. بالنسبة للهوكا شحال كتقول هنا؟ 70 درهم البياسة الاخرى كما شاء الله يبارك ليه في السلعة. هانتوما البياسات في المستوى فراشات من بعد الدين الله يسر. وبالنسبة لهادو هنا اللي هادو 40 درهم الاخرى كما شاء الله اللهم بارك. بالنسبة للراس اللي كاينين هنا الله يسر. وبالنسبة للكنار شحال باقي داير هنا البياسات؟ 150 درهم اللهم بارك كما شفت. بالنسبة للبياسة كلشي بحال بحال. وبالنسبة لهاد الكوبري هادي ديال الروكا شحال؟ 500 درهم الإخوان كما شفتو البياسة اللهم بارك في المستوى ديالهم. وبالنسبة للموندار شحال باقي دايرين؟ 40 درهم 30 درهم. بالنسبة للمونو زويجة 100 درهم ياك. الله يسر الأمور كما سمعتها الإخوان.